وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم اليوتيوبر ماهر المريسي. ما رجاء لحد يتدخل. طيب عيب عليك، خلي شوية. لو سمحتي لا تدخليش، والله ساعتين لي ساعتين ولا ارضي اختال، خلتني الف السوق كله. يا اخي ساعتين لي ساعتين ولا الف ولا خلت اختالت ولا شيء. يا امي ولا امك ايش دخلك؟ ابني؟ ايوه. ما اقطع انا مستحيش يا اخي. ساعة انا اقول لها مشغول، خرجتني وصحتني من النوم. ما عليكم يصلح لي هكذا، ما شاكنش اخليه يمشي ساعتين. ما امشي ولو بس اختاري، خلينا نمشي. هذا حق شباب يوم ما اختاري لش... معك حاجات حق عجزان حق شيبان. خلي هاك الفلوس انتش عليك، انا بحث. مالش دخل؟ لا لي دخل. مالش دخل؟ لا لي دخل. والله مالش دخل. عيب ما يصلح، حرام. مالش دخل يا اخي، حرام. خصي بنفسك، مالش دخل. بسرعه وانت هي جمعت الناس علينا، ساعتين وانت ما اخترتي حتى خاتم. بسرعة بسرعة هاي. ما سمحت لا تدخلش. أمي مالك دخل. أكلها أمك يا أختي. محمي. لا لا. يا تشتري لها حاجة طيبة نفسها تروح البيت خلاص. طيب تشتري لنا ساعتين. لا لا بشتريها لحسابي. لا تشتريش حسابك، شكرا. معك غلط يعني تورينا معك غلط. والله على ترى أمي. بس أنت شكلك وأنت محترم. ما لو ألا محترم. إيش اللي يقول؟ ألا محترم. والله ما محترم. خليها لا تختار اللي تشتري. إذا المكان يعني ما راح تشيل. ما حدا له دخل. والله ما لك دخل. إلا لي دخل. ما لك دخل. إلا لي دخل. بسرعة وأنت اختاري، جمعتي علينا الناس. اختاري اللي تشيل حقه وأنا حاشوف. اختاري، خلينا نمشي. ما تختاري بسرعة. ها؟ خليها تشوف اللي تشتي، أنت روح وإحنا بنجلس. لا ما بروحش، أنا لي ساعتين هنا. اللي كان بتقولي روح من الأول. حبلتني 9 شهور، ما حق الله تحبلني وتديني لهذا الدنيا. الله يحفظك. خلاص ايش دخلك انت الحين؟ انا مش محمي ولا فيني شيء، والله ما فيني فيه. صحتني من النوم ساعتين. معيش زلط، تورينا معيش زلط. معيش زلط، معيش زلط. نرحب بضيف حلقتنا اليوم، اهلا وسهلا فيك معنا ماهر اليوم. اهلا وسهلا فيك اختي افنان، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. الله يخليك ماهر، لو تبدا تعرفنا عن نفسك بشكل مختصر وبشكل عام. اول شيء اشكركم على الاستضافه الجميله هذا، واشكركم على استضافه المبدعين اليمنيين وظهارهم على برنامج كيبورد. انا اسمي ماهر المريسي من الضالع، مواليد وعايش في صنعاء، وحاليا مقيم في ماليزيا للدراسه مبتعث. جميل. عمري 21 سنه، عندي قناة في اليوتيوب أعمل فيها فيديوهات تجارب اجتماعية، فلوقات، وأحيانا مقالب، وأحيانا تحديات مع أصحابي وبس. بالضبط، لو نبدأ نتكلم عن بداياتك مع اليوتيوب، كيف وكيف تطورت؟ والله بدايتي مع اليوتيوب كانت في السنة الماضية في 11 فبراير، نزلت أول فيديو لي، وهو كان بداية عن فيديو دعم لعمار العزكي لما كان في عرب ايدول. والحمد لله الفيديو يعني في يوم واحد وصل اكثر من 50,000 مشاهده، ولاقى اعجاب من الناس، والناس دعمتني وقالت لي انت ينفع تكون يوتيوبر، ينفع تقدم فيديوهات. جميل. ومن هذا الفيديو بدات المشوار. جميل. كان معك يعني ربما قرار شراء كاميرا هو كان الفارق، فايش حكايه شراء الكاميرا وبدايه التصوير؟ والله انا بالبدايه كنت احب التصوير، انا عندي كاميرا من قبل، انا اصلا مصور فوتوغرافي، بدات التصوير الفوتوغرافي مع صديقي محمد الفراشي. نعم. الكاميرا كان معايا كاميرا، هي اللي ساعدتني وهي اللي خلتني ان انا من بدايه ظهوري اظهر في الشاشه بصوره واضحه وجميله. طيب اول عمل انجزته كيوتيوبر؟ اول عمل انجزته كان هو مقلب في الرياض، بس المقلب كان له رساله. ايامها طلعت حمله على المطاعم اليمنيه، ان المطاعم اليمنيه فيها اشياء مش كويسه، وان اليمنيين مش يعني اسف على الكلمه اللي بقولها انهم مش نظيفين، وهذا شيء خاطئ. المطاعم اليمنيه هي تعتبر افضل مطاعم موجوده داخل المملكه العربيه السعوديه. انا عملت مقلب من هذا المنطلق، واللي بيدخل على قناتي باليوتيوب ممكن يشوف المقلب، ووصلت رساله والحمد لله الفيديو وصل اكثر من 200,000 مشاهده، هذا غير اللي بالفيسبوك وصل آلاف المشاهدات، والحمد لله كان التفاعل فيه قوي جدا. عنوان الفيديو؟
عنوان الفيديو مقلب في مطعم يمني بالرياض. تمام. طيب حكاية فيديو غرق يمني في الرياض كمان ربما حاجة زي كذا، إيش الحكاية؟ الفيديو هذا كان أول فيديو ممكن قناتي تظهر للناس لليمنيين وغير اليمنيين، لأن الفيديو هذا دخل في الترند السعودي وتقريبا دخل في الترند الخليجي. رحت أنا وصديقي خالد الوشلي على مسبح في نادي الرياض في مدينة الرياض، المسبح في نادي اسمه نادي الرياض. نعم. فعملنا فلوق عادي وكنا بنعمل تحدي، ففجأة صديقي كان في شد عضلي فما قدرش يسبح، كان بيغرق. فالحمد لله المنقذ حق المسبح انقذه وطلعه، ومش عارف من الصدفه ان انا كنت اصور. الحمد لله على سلامته. الفيديو انتشر، انا عملت عنوان غرق يمني في مسبح بالرياض، الفيديو انتشر دخل الترند، وتقريبا كان افضل يوم انا كنت عايش فيه. ورب ضارة النافعة. طيب اكثر مقطع انتشر لك، وايش السبب برايك؟ اكثر مقطع انتشر لي اللي هو تجربه اجتماعيه على هانة الام. التجربة كانت يعني جدا تفاعلها قوي، حتى انها وصلت لليوتيوب الان ب 2 مليون دقائق مشاهدة، 9 مليون دقيقة مشاهدة. هذا تقريبا رقم صعب جدا ان واحد يوصل لهذا الرقم. ليش انتشر بهذه الطريقة؟ لان الفيديو كان له رسالة قوية عن عقوق الوالدين، والحمد لله وصلناها بطريقة جميلة والناس راضين بها بشكل جميل جدا. جميل جدا. هذه كانت النسخة اليمنية من برنامج الصدمة ربما. يعني زي ما تقولي كذا، بس الحمد لله احنا عملناها بطريقه مختلفه. في ناس طبعا عملوا فيديوهات بالصدمه، بس احنا عملناها بطريقه مختلفه، وامكانيات الحمد لله كانت كويسه بمساعده ندى الصنعاني ويوسف وعيا الشبيل وغيره. جميل. طيب لو تكلمنا عن ابرز العوائق اللي واجهتك كيوتيوبر. هو انا واجهتني عوائق بالنسبه للسعوديه، وهي كانت سبب خروجي من السعوديه، اللي هو ما اقدرش اصور بالشارع، لان السعوديه ممنوع احد يصور بالشارع خصوصا لو كان اجنبي. فانتقلت لليمن، صورت فيديوهات، الحمد لله الفيديوهات انتشرت بشكل كبير جدا. عملنا فيديو للمحويت، وعملت فيديو العيد في اليمن، وعملت فيديو حفل كان في اليمن، والحمد لله الفيديوهات انتشرت جدا. بعدها انتقلت لمصر، عملت فيديوهات في مصر. جميل. تقريبا 2 فيديوهات، والفيديوهات يعني انتشرت بس مش بشكل الكبير. انت عارف المغترب اليمني دائما يحب يشوف اليمن والمدن اليمنيه وغيرها. بعدين انتقلت ماليزيا واشتغلت على فيديوهات، بس العائق اللي كان يواجهني في ماليزيا اللي هو التصوير، لانه انا كان اغلب وقتي في الدراسه، لان انا ادرس اللغه الانجليزيه. نعم. علشان ادرس بعدها جامعه لازم اخذ الايلتس. اللي كان العائق الكبير اللي يعني اللي يواجهني هو المونتاج والتصوير، يعني ما لقيتش احد يصورني، لاني محتاج اعمل تجارب اجتماعيه مع الاجانب، محتاج اعمل محتوى جديد ومحتوى غير مقلد خالص، يعني محتوى يكون جديد وينتمي لي انا وحدي، انا اللي عملته جميل جدا وانا اللي اكون مركز فيه. اتمنى لك التوفيق في هذا. طيب بسالك سؤال حساس، من هو اليوتيوبر اللي تشوفه كمنافس لك؟ والله شوفي، انا ممكن اقول لك عده اسماء، بس المشكله ان في ناس بتتخذ او بتفهم غلط ان انا لما اجي اقول منافس، عشان كذا قلت لك سؤال حساس. معلش عفوا، مش مشكله. تفضل. ثواني. تفضل تفضل. اكمل؟ نعم اكيد. قلت لك في ناس يحسبوا هذا انه مش عارف، انا يعني بقول لك زي الحسد، يعني انا مش عارف، يعني هم بيفكروا، بس انا ممكن اقول لك اللي هو ممكن يكون منافس لي وممكن يكون بنفس الاجتهاد اللي انا فيه، هو يوتيوبر يمنيه اسمها ياسي، هي موجوده في هولندا. جميل جميل انك سميتها. طيب لو نتكلم عن المحتوى، ايش اكثر محتوى يشد الجمهور برأيك؟ بالنسبة لي وبالنسبة لقناتي، أكثر محتوى يشد الجمهور هو التجارب الاجتماعية. جميل. أنا الحمد لله عملت تقريبا 2 تجارب اجتماعية وكانت ناجحة جدا، عشان كذا إن شاء الله بواصل على التجارب الاجتماعية بعد خلال تواجدي في ماليزيا. بعمل تجارب اجتماعية مع الأجانب، والمواضيع إن شاء الله بتكون مواضيع حادثة، مش يعني تجارب عادية أو تجارب ترفيهية، لا، تجارب يكون لها رسالة إن شاء الله. تقدر تقول لنا أمثلة يعني؟ والله انا ما احبش اقول الافكار، لانه انت عارفه في ناس ممكن تاخذ الافكار عليا، فانا هذه الافكار بتاخذ مني وقت طويل حتى ان انا اطلعها.
جميل. طيب 2018 ايش تشوف نفسك في 2018 او حتى لنهايه 2018؟ وفين شايف نفسي في 2018؟ ان شاء الله بدعم الجمهور وبدعم والدي ووالدتي الحبيبه وبدعم اخي الكبير محمد، ان شاء الله انا اكون في الافضل. واحنا منتظرين نشوف محتواك المتميز. ان شاء الله بتشوفه قريب مثل ما شفت. هذا وعد. تمام. تجربة الام. جميل. ان شاء الله بتشوفوه. بالمناسبه يعني ادائك تمثيلي مقنع جدا، فلو تفكر كمان تكون ممثل، تفكر لو في فرصه من هذا النوع؟ والله لو في فرصه ما اقولش لا. جميل جدا، شكرا لك ماهر. يعطيك العافيه. ماهر نشكرك جزيل الشكر لوقتك ولاستضافتك، شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا.